امستردام هولندا بالنسبه لي اجمل مدينه كاينه في العالم، ديما تنقولها. سورتو المعمار ديال هولندا ما يمكنش شحال اندر ريتد. ما كايناش شي دار في سونتر فيل ولا حتى في لي زالونتور ديال سونتر فيل اللي ما بنياش بواحد الطريقه اللي زوينه. الديتيلز المعمار ديال امستردام صراحه خصو يتقرا في لي زونيفرسيتي. دونك التاميرات نرادا هو واحد البانتر غامبرون، غنمشيو نشوفو الموزي ديالو والدار ديالو ان شاء الله. صراحه هولندا عطات بيرت بزاف ديال الفنانه فان جوخ غامبرون، واحد الناس اللي كيفهموا في الجمال. دونك جايز ليتس جو. فاندل بارك هذا هو اشهر باركين في امستردام، وقيل اجمل بارك. ماشي في هولندا، بالنسبه لي اجمل بارك اللي مشيت ليه في حياتي كلها. ندوز تقريبا النهار كامل هنايا كنتمشى، صراحه واحد الجو رائع. بغيت نصور هذه البلاصه هذه، مازال نيت في فاندل بارك. ديما كل عشيه كنجي هنايا تحت الكرسي ديالي، جيت بزاف ديال المرات امستردام، يعني فوق ما كنجي امستردام هادشي اللي كندير، كنجيب الكرسي ديالي قدام هذا البارك هذا، وديما تنقول مع راسي كون عطاوني مثلا 100 مليون واحد البوفوار لي ايليميتي غنمشي نشري هذوك شي وحده من هذوك الديور. جيت المحطة نروح نشرب القهوة الصباحية، بطبيعة الحال نكتب الخطة. كطيح الشتا يعني ما غاديش نمشي للفيلاج، انا مشيت في الانترنت غادي تحبس الشات هذيك جوج ثلاثه، دونك ان شاء الله تلعب ثاني جوج ثلاثه عاد نمشي. طبعا حاليا تنفكر شنو ندير هاد الصباح هذا، بما انا كطيح الشتا. البارح صراحه كان الجو زوين النهار كامل، ولكن ما كانش فيا اللي نصور. البارح مشيت 60000 با، حطيت واحد الركور جديد، دونك نتسنى ان شاء الله الشمس. وهاد الصباح هذا سواء نمشي شي قهوه مورا قهوه مورا قهوه، سواء نشوف شي موزي الا كان شي بلايص مازال حالي. وصلت لاجمل فيلاج في هولندا، ما غاديش نقول سميتو حيت غالبا النطق ديالو ماشي هو هذاك، مي غنقولها اني وايز زانشي. ولكن حيت سمعت البرونسيسيون ديالها في المترو في التران كومبليتلي ديفرنت على هذيك على هاد البرونسيسيون اللي دابا قلت، فعلا واحد الفيلاج رائع الجمال. المعمار اللي كاين في الفيلاج هذا رائع الجمال. ما كاينش شي دار اللي المعمار ديالها ما زوينش، شي دار اللي بشعه. هادشي كلهم اتفقوا ابارت مع المعمار، كلشي عنده الورد قدام الدار، كلشي حتى لداخل ديال الدار بعد ما كنبقى نلف عيني كنشوف لداخل ديال الدار، كلهم ديور زوينين. الحمد لله في وسط الحرب العالميه الثانيه حيت دخل هتلر لهولندا، عرفتي جوج سيمانات استعمرهم، ما كانش المقاومه. لو كانت المقاومه وكندمر هاد الدوله هادي كنا عاد تبناو العمارات ولا تبناو الديور، الطرق البشعه اللي كيتبناو دابا حاليا كنا راه كاع ما تستمتعناش بهذا الجمال هذا.